السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في موقع جميل جدا اسمه بوكت. هو عبارة عن ايه؟ ان انت لما بيعجبك موقع بتسجله عندك هناك، بحيث ان في اي وقت تحب ترجع له تلاقيه. ممكن وانت بتعمل تصفح لقيت موقع كويس وعايز تبقى ترجع له كتير، فبتسجله عندك في البوكت. فباجي هنا في موقع اسمه بوكت، بقول له انا هعمل ساين اب، وبتروح داخل في الحساب بتاعك. تمام. طيب لو عجبك موقع بتيجي هنا علامة زائد وتقول له سجل لي الموقع دوت سيف، فخلاص بقى موجود معاك في الليسته في اي وقت هتلاقيه. طيب ممكن تقول له مثلا عايز اعدل حاجه، ممكن تقول له الحاجه دي انا في الفيفورت عندي سيفها لي بحيث تلاقيها بسرعه، ممكن تقول له الغي لي حاجه مثلا معينه مثلا زي ديليت لو في حاجه انت مش محتاجها. تمام. وفي اي وقت هتيجي في الفيفورت هتلاقي اهم حاجات بالنسبه لك، هتلاقي ماي ليست دي اهم المقالات اللي انت قريتها. ممكن انت تصفح لقيت 5 6 مقالات بس مش فاضلهم، فتبدأ ترجع لهم بعدين. طيب يعني انا كل ما اجي جبنا حاجة لازم افتح البوكت واحطها؟ لا، ممكن تنزل اداة في الحاجة اللي انت شغال عليها. لو انت شغال على المتصفح ممكن تنزل بوكت كروم، لو انت شغال على الاندرويد هتلاقي بوكت برضو، لو شغال على الايفون برضو هتلاقي. تمام. يعني اهو هتقول له سيف تو بوكت، دي ادنس هنضيفها للجوجل كروم بحيث ان انا اول ما ادخل على اي موقع لازم اتاكد دلوقتي. اول ما تيجي هنا تيجي تدوس بس كده علامه، وشاف دي كده يعني رمادي لسه ما اتكتفتش، هتدوس عليها اول مره بس هيقول لك لوج ان، وبعد كده خلاص كده خلاص. اول ما تدوس هنا تبدا تثبت في البوكت، ففي اي وقت تقدر تيجي تلاقيها في البوكت عندك هنا.